مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيبان الخير. وزي ما وعدناكم إن بيبان الخير هيكون دايما دايما بإذن الله وش الخير على كل السادة المشاهدين، بنحاول نوفي وعدنا وبندور على أي بارقة أمل بالذات للشباب، عشان إحنا عارفين إن الشباب هم أمل مصر، وعلى سواعدهم إن شاء الله هنقوم وهنبقى قد الدنيا كلها بإذن الله. في لقاء سابق لينا مع أستاذ عادل زيدان رئيس مجلس إدارة شركة إيفرولاند لإدارة المشروعات، حكالنا عن الشركة وعن تجربتها الرائدة وقد إيه بتبقى سعادته لما بيشوف أرض مجردة من كل حاجة وبيلاقي خير ربنا طالع فيها، ودي الوظيفة اللي خلقنا ليها الله على الأرض. حبينا نشوف الشباب اللي معظم أمل أستاذ عادل فيهم بعد ربنا ونقابلهم ونشوف يا ترى إيفرولاند بالنسبة لهم عملت إيه، والعمل الحر أو العمل الخاص بالنسبة لهم وفى طموحهم وأملهم، ولا هم شغالين فيه وقت مؤقت على ما تجيلهم فرصة عمل حكومية. اسمحولي أرحب بضيوفي وضيوفكم الأستاذ علاء شقوير مدير مبيعات شركات إيفرولاند لإدارة المشروعات. أهلا وسهلا أستاذ علاء. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. ورحب بالمهندس أكرم حمودة. أهلا وسهلا. مدير المواقع ولا مدير الأعمال؟ مدير المشروعات. مدير المشروعات والمواقع، عشان أنا دايما بشوف حضرتك في المواقع. ما هي الموقع هو المشروع، يعني الاثنين واحد. الاثنين واحد. تمام. هو كان بيقول شباب، بس أنا شايفة يعني طبعا حضراتكم كبار قيمة. اسمحوا لي أبتدي على اليمين بأستاذ علاء. يعني طبعا كبير قيمة، بس أنا مدير مبيعات. الفكرة دي عندنا الأول، إن الواحد يعني بالأخص في العمل الخاص، بكلمة إن أنا أوصل لمدير مبيعات مثلا أو مدير مشروعات، إن أنا بكون وصلت لسن معين أكون. لا، أنا شايفة ما شاء الله شباب شباب، يعني شباب في سن الشباب جدا. عمرك كام سنة الأول أستاذ علاء؟ عمري 33 سنة. طب اديني نبذة الأول عن حياتك الأسرية. متزوج ولدي طفل الحمد لله اسمه محمد، ربنا يخليك. طبعا اشتغلت قبل كده في شركة أوراق مالية في البورصة المصرية، وبعد كده اشتغلت في شركة حكومية. طبعا يعني أنت كنت موظف حكومي؟ مش موظف حكومة أنا. أيوة. يعني كانت نظام عقد، يعني كان ممكن فأنا تصبر؟ فأنا إن ننتظر؟ لا ما انتظرش بالظبط. كان ممكن تصبر لما يجي لك الوظيفة؟ لا استحال أصبر، لأن طبعا أنا عارف الحكومة بتبقى ماشية إزاي. أنا دورت على حاجة قطاع خاص ممكن أشتغل فيه، ما لقيتش أفضل من مجال اللي هو شركة إيفرولاند إصلاح الأراضي والصناعة. بقالك قد إيه في إيفرولاند؟ بقالي أربع سنين. أربع سنين؟ أربع سنين. ما شاء الله. وبعد أربع سنين بقيت مدير مبيعات لشركة ليها عدد مقرات الحمد لله. الحمد لله. الشركة ليها عدد مقرات قد إيه يا أستاذ علاء؟ ليها فرع في البدرشين، ليها فرع في الإسماعيلية، ليها فرع في الفيوم، ليها فرع في الشيخ زايد، المقر الرئيسي في الجيزة. بس هم دول تقريبا الفروع الموجودة حاليا. في فرع في الإسكندرية. يعني ما شاء الله أربع سنين. بنتكلم في حوالي سبع فروع للشركة. أربع سنين في شركة خاصة. سن ما شاء الله في الثلاثينات، في أوائل الثلاثينات، وفي الفترة دي قدرت توصل لمدير مبيعات. قول لي ايه اللي بيميز شغلك؟ ايه اللي انت حبيته في شغلك؟ ولو بصراحه لو جات لك فرصه عمل في مكان تاني، ايه اللي هيكون وجه المقارنه بين فرصه العمل اللي انت اخترتها في شركه لاستصلاح الاراضي وبين اي فرصه عمل تانيه في اي مجال تاني؟ ايه وجه المقارنه اللي هتفاضل على اساسه؟ لا، اولا انا استحاله افكر ان انا اسيب المجال اللي انا فيه اللي في شركه إيفرولاند. الصراحه ان هي موفره لنا كل حاجه في الشغل، بدل ان هي شركه ناجحه وبقى لها 13 سنه متواجده في السوق. بالنسبه لي انا وصلت ازاي ان انا ابقى مدير مبيعات للشركه وانا في السن ده؟ احنا عايزين روشته نجاح لاي حد بيشوفنا، اشتغل واجتهد. هو لازم يكون يكون طموح، لازم برضه يوفر للعملاء احتياجاتهم، محتاجين ايه في المشروع، محتاجين اقعد مع العميل اشوفه بيفكر في ايه، عايز يعمل ايه، بناء عليه بوجهه لمشروع معين. تمام. طبعا بخلاف لو في مثلا مشكله بسيطه بحاول احلها للعميل، بتابع الشغل على ارض الواقع مع الاستاذ اكرم. اتفضل. ايوه احنا عايزين النقاش بينا دلوقتي. الاستاذ علاء، انا يعني انا جاي قبل الاستاذ علاء بسنتين، فالاستاذ علاء من الشخصيات المجتهده. اول لما جه ابتدى الشغل هو كان اول حاجه، دي حاجه كانت جديده بالنسبه له، ان هو شغلانه اللي هو ان يعرض ازاي الاراضي البيع والكلام زي كده.
كان اكتر موظف نشيط، موظف صغير نشيط جدا، اكبر كميه معاينات شفتها بعناية. تمام، في خلال شهر يعني في خلال شهر انا الناس حفظته وهو لسه جاي في الشهر الاولاني ليه. عمل كميه معاينات ولكن موفقش في خلال الشهر الاولاني. دي بتاعت ربنا. ده حقيقي. انا هقطع بس عندك في جزء بسيط جدا. اتفضل. انا فاكر كلمه استاذ اكرم قابلني بعد ما اشتغلت في الشركه باسبوع، كنت طلعت كذا معينه وهو قابلني في الثلاث معينات انا طلعتهم، فانا يعني كنت بلاقي زمايلي بيبيعوا وانا لسه ما فيش اي حاجه. قال لي انت كانك بترمي بذره، رقم العميل اللي انت بتكلمه او العملاء اللي انت بتتابعهم دي بذره وفي الاخر هتنتج، فانت ما تتصل بالعميل ده والعميل ده والعميل ده وتتابع مع ده ومع ده ومع ده، ربنا هيكرمك في الاخر وهتجتهد. انا كان هدفي منها ان هو ما يحسش بالاحباط. لا انا عاجبني قوي كان مجتهد فعلا. المثال بتاعك بترمي بذره، انت عارف زي ما كل واحد كل اللي بيقول ايه، كل واحد مهنته بقى والبيئه اللي هو كان واقف شغال فيها. والله بتطغى عليه وعلى كلامه. انا مبسوطه قوي ان مهنه حضرتك وان انت بتشوف، انا ما شاء الله شايفه منتجات هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا، يعني حتى التشبيه، انت بترمي بذره، البذره دي برضو هترميها في اولادك. فانت كده بتتعامل مع كل حاجه قدامك ان انت بس بتحط البذره الاولانيه ودورك انك ترعاها وهتطلع وهتديك ناتج. يا ترى ده يا استاذ اكرم كان تفكيرك قبل ما تشتغل في شركه لاستصلاح الاراضي؟ والله هو بصي انا يعني طول حياتي انا بعمل على المثل اللي هو اعمل ما حب ما حب تعمل, ما تعمل حتى تعمل, حتى تعمل ما تحب. هو انا اولا التخصص بتاعي لا كمبيوتر. انت عرفنا عليك الاول معلش، اديني سن حضرتك، حياتك الاسريه عشان ممكن حد يكون بيتفرج علينا يقول لك يا عم ده لسه صغير، ده تلاقيه لك اتجوز ولا شايل مسؤوليه ولا فرقه معايا. لا راجل كبير ما تلاقيش. اتفضل. اكرم حموده السيد، مهندس كمبيوتر، اشتغلت 10 سنين في مجال الكمبيوتر، وكان عندي يعني سنتر تريننج سنتر في مجال الكمبيوتر وتيستنج سنتر، وجت بقى فتره اللي هي بتاعت الثوره والكلام زي كده وقعت الدنيا كلها، ابتديت افكر ان انا اطلع بره مصر في الفتره اللي هي كان فيها اضطرابات في مصر. سافرت جنوب افريقيا، سافرت تنزانيا، موريتانيا، موزمبيق، اشتغلت هناك في مجال الالارم سيستم وشركات السكيورتي مع جي 4 اس وشركه اسمها سوب. الشركات دي كانت بتشتغل على ان انا بركب لهم نظام اللي هو سيستم للكمبيوتر، سيستم لا سيستم انذار، سيستم انذار مع ان انا كنت هي شركه امن، فانت بتحط اجهزه بتوصلها زي الكمبيوتر كده بالسلك واجهزه، تمام، في حاجات منها بتحس بالانسان فبتضرب السايرين اللي هي السماعه اللي هي تديك صوت وتبعت لك رساله تقول لك الحق في الاوضه دي حد دخلها، تمام، ونبعت عربيه ليها وكلام زي كده. ده تماما عن ما شاء الله الخير اللي احنا شايفينه ده. لا هو قصة حاجة. لا خلينا بقى يعني أنا ما كنتش متخيلة إن أنا هاجي أشوف الخير ده. تمام. الحمد لله ما شاء الله كلها. ما شاء الله ده توفيق ربنا أولاً. احكي لنا الأول وبعدين نرجع لأستاذ أكرم. لأستاذ علاء. علاء قول لنا الأول ده إيه؟ دي الحمد لله دي البذرة ده اللي هو الإنتاج، البذرة اللي إحنا عملناها. ابتدينا نشتغل في المشروع بتاع المشاريع بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. مثلا عندنا طلعنا الخيار، الفلفل، البصل، الفلفل منه الالوان وفلفل الاخضر اهو. ده ارض ايه؟ مزروع في ارض ده مزروع في المنيا في غرب المنيا. ده مشروع المليون ونص فداني اللي اتكلمنا عليه استاذ عادل زيدان. تمام تمام تمام. يعني احنا بنقول اهو للناس ولسياده الرئيس، ده المشروع لسياده الرئيس راهن بيه ان مصر ان شاء الله هتتقدم بيه، ده انتاجه او بوادر انتاجه. تمام. ده شغل الصوب اللي هو الفلفل الالوان، فلفل الاخضر، الخيار، الكابوتشا، الطماطم. تمام ما شاء الله انا شايفاه حتى ده مقاس كلها واحد. ده كلها ده هو يعني المقاس الواحد ده يعني احنا بنحاول ايه نظبطها دي. ده فن التغليف بقى اللي حضراتكم عاملينه. الخيار حتى الخيار في عندنا بقى البصل بنوعينه الاحمر والابيض. برضو البصل على فكره مقاس واحد ما شاء الله يعني. ده وزن كيلو. ده وزن كيلو. الطبق ده وزن كيلو.
بس برضه حابب اضيف حاجه للاستاذ اكرم، ان شركه افرلاند هي من اوائل الشركات اللي استلمت في مشروع غرب المنيا، واشتغلت على ارض الواقع بجانب وزاره الزراعه. احنا جنب وزاره الزراعه مباشره، فتخيل حضرتك ان احنا اول شركه واشتغلنا وانتجنا الكلام ده كله. فتخيلي لو الشركات كلها اشتغلت وانتجت هيفيدوا مصر بايه بالظبط. دي قوي عجبتني قوي فعلا، تحياتي للنقطه ديت. احنا كمان ما بنتكلمش، ده انتوا اتعلمتوا ما شاء الله كمان، ما تتكلموش بصيغه الفرد، انتوا بتعملوا حاجه بتستفيدوا طبعا، بس برضو بتدوروا على مدى الافاده. يعني بجد تحياتي ليكم، وتحياتي للاستاذ عادل زيدان اللي عرف يختار الكوادر اللي تشتغل معاه. الاستاذ المهندس عادل زيدان هو القائد بتاعنا، هو الراجل اللي بيبعث فينا الطاقه ويخلينا نقدر نبذل جهودنا كلها تمام بحب عشان نقدر نطلع انتاج زي ما احنا عملنا كده. والانتاج ده اورجانيك، اورجانيك طبيعي، لا حاطين فيه مواد، كلها شغاله بمواد عضويه ومش ما فيش حاجات كيميائيه فيها. والري عباره عن ايه؟ الري ابار، وعندنا هناك في محط عاملين في غرب من محطه تحليه مياه. لو ممكن بس المخرج يقول لنا الصور اللي بتتعرض، واحنا دي الصور. احنا بيتعرض معانا دلوقتي معينات شركه افرلاند والمواقع، وحضرتك بتتكلم ده اللي هي انت ممكن تشرح لنا بقى والصور طالعه. ده مشروع النعام، ده هنا في المنيا تمام، ورجاله المنيا ما شاء الله. ده الاستاذ علاء في اراضي ناحيه الشيخ زايد تمام، والطريق مصر اسكندريه الصحراوي. ده البير وطريقه التسميد بتاعنا. دي بقى ثمار الرمان في وادي النطرون. مش زيتون. شايف صراحه ده زيتون صح؟ ده زيتون. طيب يعني احنا معانا مواقع الشركه فين ومزروعه ايه يا استاذ؟ معانا يعني مدير المشروعات. بص حضرتك كل موقع يعني كل موقع ليه حاجات معينه بناء على البيئه بتاعته، ان كان البيئه التربه الميه الجو، كل موقع ليه حاجات معينه بتقدر ايه اللي بيبقى ليها البيئه دي هي اللي بتساعدنا على نطلع حاجه ايه في المنتج ده. يعني مثلا يعني عندنا كل زراعاتكم مدروسه طبعا. احنا اول حاجه لما بنختار المشروع بنعمل اول حاجه ان احنا نحلل التربه، نعرف نوع التربه، ان كانت رمليه ان كانت طفليه ان كانت فيها صخر، نسبه الاملاح. انا مهندس كمبيوتر بس انا مبسوطه قوي، انا حاسه ان قدامي مهندس زراعي من يوم ما اتولد. يعني انا اسمح لي حقيقي. شكرا ليكي ولذوقك. هو الفكرة كلها ان انا بقالي 6 سنين في الشغل في افرولاند، وابتديت اول مشروع ابتديته في الشيخ زايد، ابتديته من الصفر. اخدت ارض فاضية خالص، ابتدينا بيها اول حاجة حفرت الابار. بعد ما حفرنا الابار عملنا شبكة المية الداخلية، شقيت الطرق. بتاخد الارض فاضية تماما. فاضية تماما، صحراء على بكر زي ما بيقولوا كده، ارض بكر زي على طبيعتها. نبتدي بقى نعمل فيها حياة تمام. طبعا يعني كنت ابتدي وده حقيقي. يعني انا اول لما ابتديت انا وثلاث عمال في الشيخ زايد، وبعد الثلاث عمال ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاليا دلوقتي بقى في مجتمع الناس عايشه. ده اول حاجه زرعتها، زرعت نخل وزرعت النخل نوعين، زرعت النخل المثمر وزرعت النخل المشترده اللي هو الزينه، وزرعنا المانجا، زرعت التفاح، زرعت القشطه. مش القشطه، انا زرعت مانجا وتفاح ورمان وزيتون تمام، الحاجات اللي هي بتستحمل البيئه اللي هي تبع حسب الشيخ. التحليل اللي عملتوه سواء تربه او تمام ميه، او اللي هو حسب المشروع ذات نفسه، هو تحليل التربه والميه والبيئه اللي حوالينا هي اللي هتساعد على نجاح الزراعه. مثلا كل ارض مثلا في المكان الفلاني تم زراعتها بكذا تمام. ممكن نتكلم فيها من اراضي الشركه. مثلا هنقول زي الزراعات اللي عندنا في وادي النطرون، زراعات وادي النطرون كلها اغلبها يعني كانوا شغالين على حاجتين، الرمان والزيتون، مع المحاصيل بقى اللي هي بتجيب عائد سريع عشان ما تحسش مثلا المستثمر او اللي شاري ان هو انا هقعد اضخ فلوس 3 سنين عقبال لما يطلع لي انتاج. طب وانا ضمني؟ طب احس بالفلوس بتاعتي اللي انا بدفعها تيجي لي منها حاجه تمام. بحس ان هو بني ادم برضو، كل من واحد مننا برضو حتى لو كان يعني بيحاول يستثمر، لما بيرمي الجنيه بيبقى عايز يشوف العائد بتاعه. طب فكرت فيها.
استثمار على المدى الطويل، وفي نفس الوقت انت فكرت ازاي تضخوا فلوس او تخلوا المستثمر اللي معاكم ما يزهقش. وفي نوعين من الاستثمار، هو بيستثمر في الارض برضو قبل الزراعه، يعني الارض كده كده سعرها بيعلى. ايوه انا عايزه الحوار سجال بينا كده، يعني هو اتكلمنا عن الارض ولسه هنرجع تاني، خليك فاكر ان احنا واقفين عند وادي النطرون. تمام، كلمني بقى على النوع التاني من الاستثمار. استثمار عندنا في الاراضي، يعني مثلا العميل لما بيجي يشتري قطعه ارض ما يفكرش ان هو جاي يعمل مشروع وخلاص، تفكير بورصه برضو. تعال نقارن بين الاراضي والبورصه. هي البورصه عامه خلي المشاهد معانا يفهم وجهه نظرنا ويربط ده بده، وكلام يا جماعه على ارض الواقع ويقدروا يتصلوا يتحققوا. البورصه دي عباره عن اللي هي بتقيس اقتصاد البلد. اوكي تمام. المفروض الاقتصاد بتاعنا الحمد لله كويس جدا، لما لو استعمل موضوع البورصه فعلا، لا بالعكس البورصه بيحصل فيها مضاربات ومعظم نسبه مخاطره، نسبه مخاطره عاليه جدا وكله بيخسر فيها، وكل ما زادت نسبه المخاطره زادت الربح او زادت الخساره. بالظبط. لا ومعظم حضرتك لو سالتي اي حد هتلاقيه خسران، تكسب مره الباقي كله خسران. فانا بعد كده المفروض العميل او ايا كان مين مستثمر البورصه يحول نشاطه لاي حاجه تانية، يشتري في العقارات، يشتري او في ينوع نشاطه، ينوع نشاطه يعني. بس برضه العقارات، بيع العقارات برضه بطيء شويه مش زي الاول، اهو عشان يمكن حصل فيه تشبع شويه. انا معايا مبلغ اقدر اشتري بيه شقه، هشتري شقه واركنها ماشي، بس فبالتالي حصل تشبع. في ناس بتدور الاستثمار حاليا في مصر كده عقاري. الاستثمار رقم واحد في مصر هو عقاري، كان في ارض او شقه. اجذب العميل ازاي بقى بصفتك ما شاء الله مدير مبيعات، اجذب العميل ازاي واقول له عموما مش لازم ارض ايفرلاند بس، ما احنا عايزين ارض تزرع، ارض تخضر. طب انا باخد حاجه بفيد نفسي وبفيد البلد وبفيد اللي حواليا، ما بتبقاش مجرد حكر خاص عليا، فانت بتعمل هدف كامل. قول لي بقى يعني سي مسحك، بص لكامرتك وقول كده انا ممكن ازاي اقول للعميل اشتري ارض واستصلح فيها ايا كان مكانها. لا انا عن تجربتي انا هتكلم عن تجربتي. اولا مفيش ارض في الدنيا بتخسر، هتيجي الارض سعرها بينزل، مفيش. حلوه النقطه دي. والنقطة الثانية ان الشركة بتاعتنا اختيار المواقع بتاعتنا متميزة دايما، اهم حاجة اختيار المواقع ان الشركة تختار وقربها من الطرق والاماكن الحيوية. تمام، عشان تقدري تبيعي تسوقي المنتج بتاعك او تدخلي معداتك او تجيبي عمالة او تجيبي مثلا تعملي حياة قريبة. اي دراسة جدول، اي مشروع ناجح بنحب ندخله لازم ندور على الحاجات دي كلها. بالظبط. فدي اختيارات الشركه اللي هي نظريه ونظره المهندس عادل زيدان ناجحه ما شاء الله وموفق فيها دايما، اختياره للمشاريع بتاعتنا في اماكن ليها مستقبل واماكن بيبقى ليها مستقبل سريع جدا، وفي حاجات حاليا بيفكر فيها. ثواني عشان ما نفوتش النقطه دي، احنا عايزين نقول للساده المشاهدين احنا ما بنتكلمش كلام ملوش دليل عندنا. اديني اماكن في دلائل. كان اللي يشوفها يقول لك يا دي ارض يعني يوم ما تزرع وفجاه تحولت او بقت حاجه امل للناس اللي شارياها، او ان بنسبه ان شركه ايفرولاند لاداره المشروعات ليها رؤيه واثبتت رؤيتها على ارض الواقع. الرؤيه انا ما جيت اتعينت في الشركه كان دايما الاستاذ عادل بيقعد معانا ويحفزنا، والمشروع ده هيحصل فيه 1 2 3 على المدى البعيد، وبيقعد معانا ويتكلم معانا. فبالفعل يعني كان في مشروع اللي هو بتاع الشيخ زايد زاد 2020 عندنا، كان ارض صحراء، كان بيقول لنا في ارض صحراء تبع وزاره الزراعه، تبع وزاره الزراعه، انزل اعرض على عمر الارض، انت جبنا في صحراء يعني عندك في طريقه هيتعمل هنا. قناعتك انت الشخصيه ايه يعني بامانه؟ يعني انت قناعتي الصراحه الأرض. انا لما الارض شفت الارض لقيتها صحراء، واستاذ عادل بيقول لك دي ليها مستقبل، ما انا بناء عن قناعته هو. انا بصراحه انا جيت مع العمر شويه لان ما شفت على ارض الواقع لقيتها صحراء بالفعل. طب كنت بتعرف بس في ناس بعدي زرعين وشغالين. تمام، فانا فعلا لما ابتديت الطريق بدا يتعمل والشغل بدا يظهر اقتنعت بكلام استاذ عادل 100%. طب ايه الحاجه بقى اللي خليت كل حاجه بيقول لنا عليها بالفعل بتحصل؟ ايه الحاجه اللي انت قلت والله حتى لو قال هناخد فين وراك في الواحات وراك وعارفين ان اكيد في حاجه هتحصل؟ اقول عليك اديني مثلا مشروع مشروع زي هو مشروع قد ايه هيقول لك هو هيتكلم فيه قد ايه ناجح يعني هو ده اللي انا كنت ببتدي فيه بقول ان انا ابتديت فيه من الصفر. ده اللي تمام. انت اخده زراعه وزرعت فهو فيه. فعلا كان في البدايه كنا بنقول للعملاء محور الضبعه هيتعمل من هنا.
تمام. مش في حاجه اتعملت يعني ايه ده يعني انتوا كنتوا شاري يعني الارض معاكم وبتقولوا كذا هيتعمل وطبعا العميل باصص لك بقى ايه محور الضبع ايه اللي هيجيبه هنا اللي هيجيب محور هنا ده هيتعمل بعد 10 سنين مثلا ده ربنا يحييك ويحيينا ربنا بالظبط بالظبط انت بتحلي شغلك تخيلي بقى حضرتك بقى العميل اللي هو كان بيقول لي كده جاي يشتري دلوقتي بقى 10 اضعاف ما كان هيشتري وهو كان ندمان وندمان ان هو ما جاش من الاول اظن العميل ده انت لو قلت له تعالى معايا مين يمين شمال هيجي هنسافر فين خلاص هيجي بدليل ان معايا بعض العملاء لما الزعيم اللي ياخد مشروع جديد تمام هم بيعرفوا او ببلغهم خدنا مشروع جديد في المنطقه الفلانيه طب احنا معاك واحنا اول ناس شاريين في المشروع ليه عشان جربوا المكسب في المشروع طب احكي لي ايه اللي حصل عشان برضو الساده المشاهدين ما يتوهوش مننا ايه اللي حصل في ارض الشيخ زايد الاستاذ اكرم كان مستلمها ارض صحراء وبدا يزرع فيها حضرتك لما استلمنا الارض استلمناها صحراء فاضيه خالص اوكي تابعه لوزاره الزراعه تابعه وزاره الزراعه كل طبعا ما اي حاجه بتتعمل في الارض ده قيمه مضافه يعني مثلا الاستاذ اكرم لما عمل البير وعمل شبكه الطرق وشبكه الري طبعا السعر بيعلى واحده واحده اظن المشروع ده ابنك يا اكرم والله بجد ايوه انا يعني هقول لك على حاجه هو ما حدش هيحس بحلاوه الحاجه دي ما انا لسه كنت قد اللي عملها قد اللي عملها يا ترى انت بتاكل من الاكل ده او لما شفت المشروع اللي هنعرف من استاذ علاء تحويله تم ازاي يا ترى انت بتدوقه زينا كده ولا بتبقى حاسس له بطعم تاني خالص لا طبيعي اكيد حاسس بطعم مختلف تاني. تماما تعفي. من اول خيارايه ظهرت او اول طماطمايه ظهرت او اي ده طبيعي لازم ما احنا لو ما جربناش في نفسنا هنجرب في الناس لا وكويس لا لازم كمل يا استاذ علاء تطورات المشروع كانت ايه طبعا لما قسمنا المشروع ابتدينا نخطط فيه ونعمل خرائط المشروع عميل اشترى استلم بدا يشتغل على ارض الواقع اللي جاره اشتغل زراعي اه ناس اشتغل زراعي في طبعا مشروع الزايد تتميز برضو زراعه المحاصيل او مثلا البصل والطماطم دي مكسبها سريع جدا ذكر ما هو ممكن يشرحها بالتفصيل كل ست شهور اسمح لي معانا المهندس احمد ثابت النحال مثال حي للفكر اللي سابق عصره حضرتك كنت شغال بعقد في وظيفتك ومع ذلك ما قلتش على امل والله العظيم انا اعرف ناس شغالين بقالهم 15 سنه بعقد طب انت مستحمل ده ليه يقول لك ما انا هيجي الوظيفه وتعين حتى الان زمايلي بالظبط عايزين يسيبوا شغلهم يشتغلوا حاجه زي استاذ اكرم معانا ساب سفر وساب ده كله واحنا معانا ضيفنا الدايم سواء في البرنامج على الهواء او الحمد لله ما بيحرمناش من مداخلاته المهندس احمد ثابت النحال مساء الخير يا باشمهندس الو مساء الخير يا فندم كل سنه طيب طب ممكن يا باشمهندس توطي التلفزيون معانا وتسمعنا من من ال نوطي التلفزيون شويه حاضر انا لسه قبل حتى ما حضرتك تدخل معانا المداخله دي بدي مثل يا جماعه على ارض الواقع معانا حد من سن ال 40 فالكلام ده من فتره طويله جدا ربنا يديك الصحه والعمر ساب وظيفته وخد ارض في الصحراء ما كانش حد يعرف عنها اي حاجه يمكن كانت الناس ساعتها بتبص له بصه ان ما تزعلش مني يعني يا باشمهندس ايه البني ادم المجنون ده اللي ساب وظيفه وساب مركز ورايح انا عايزه اقول لحضرتك يا ريت في عجاله كده تقول لنا لو رجع بيك الزمن تاني هتعمل اللي عملته ده ولا لا وايه النصيحه اللي بتوجهها لاي شاب معانا ولشبابنا المميزين جدا جدا اللي ماسكين مناصب في سن صغير جدا في شركه ايفرولاند لاداره المشروعات. والله انا اذا عاد الزمن تاني وده طبعا صعب ان يعود مستحيل يعود اللي فات تاني يعني. لكن انت حضرتك عارفه ان انا اصلا ومن اول حلقه ان ننصح الشباب ان يتجه للاراضي الصحراويه وبلاش النوم لغايه الساعه 3 والساعه 4 العصر. وبلاش النت وبلاش المحمول وبلاش اللاب ويساعد ابوه ويساعد الدوله وبعدين الحكومه النهارده 1.5 مليون الرئيس عامل تسهيلات كبيره جدا جدا خلاف الشركات يعني شركه مثلا بكده مش للحصر ابرولاند لاداره المشروعات يعني انا نتعامل مع الشركه يمكن يساعدني يمكن يطول بالي عليا في القسط شويه يمكن يمد لي مده ال ما والله يا فندم كلمه حضرتك دي ادتني سؤالي الجاي لاستاذ اكرم اللي هو ايه اللي الشركه بتوفره وده طبعا بعد ما نخلص مداخلتنا مع حضرتك
هنشوفه. طب ماشي. يا حاج احمد او يا باشمهندس احمد، اللي كانوا بيبصوا لحضرتك الاول زمايلك وكانوا بيبصوا لك ان انت معلش حد ما عندكش فكر صائب وكده، دلوقتي نظره ولادهم ايه ونظرتهم هم ايه؟ نظرتهم في بعض منهم، راجع نفسه تاني وتندم وكان يتمنى انه يستلم ارضي وانا ما استلمت ارض، لان شاف تغيير الوضع وتغيير الحاله، والحمد لله بان ارضي انتجت انتاج كبير جدا، واولادي الحمد لله كويسين خالص خالص ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. وانا وحضرتك عارفه، وانا كل همي حاليا انا يعني الانسان على في نهايه العمر، لا ربنا يعني يديك العمر يا حاج، في نهايه عمره كل اللي انا بنسعى له ان الشباب يتحرك ولو بنسبه 50% 40% 60% يتحرك ناحيه الاراضي الصحراويه علشان نسد الفجوه. واحنا معانا مثل حي، يعني احنا ما بنقولش اشتغل وشوف النتيجه، لا ده احنا معانا حد زي حضرتك طبعا وقدوه كلنا نفتخر بيها. في الوقت اللي ما كانش فيه اي امكانيات الحمد لله حضرتك وصلت لاعلى الاماكن، يا رب يديمها عليك، ووفرت مستقبل باهر لاولاد، يعني انا كان معانا مداخله لحضرتك قبل كده، لاولادك والاولاد اولادك، لمجرد ان كان عندك فكر جريء ورؤيه كانت غايبه عن الكل. طب احنا بنقول يا جماعه دلوقتي احنا ما عندناش وقت للندم وخدنا التجربه. يعني حضرتك كنت اخد الفدان بكام يا حاج احمد؟ بعد اذن حضرتك اتفضل. لا 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 ما تخسيش عليا، لان انا مستقيل من وظيفتي عشان ناخد قطعه ارض. ايوه طبعا كانت على 30 سنه التقسيط، يعني الكلام ده ما ينفعش النهارده. لكن انا بنرحب بالساده الضيوف اللي مع حضرتك اللي هم يعني في اول السن، يعني لهم كبار خالص ولهم صغيرين خالص. يعني هم حاليا مكتملين تماما لرسم خطط ناجحه، وياخدوا بايد الشباب ويساعدوا الشباب ويحسوهم انهم يتجهوا للاراضي الصحراويه، مع تذليل العقبات اذا كان هناك عقبات بالنسبه لشركه امرولاند للمشروعات، لاداره المشروعات ولغيرها ولشركات اخرى، بقدر المستطاع كل واحد يحس اهله بلده قرايبه نسايبه، على اساس ان البلد دي انت حضرتك عارفه الرئيس هيعمل ايه، الرئيس هيعمل ايه في البلد. الرئيس موفر كل الامكانيات وكل التسهيلات وكل الطرق في حين لما كانت الامكانيات دي مش متوفره. حضرتك ما شاء الله عليك واللي زيك قدرتوا تنجحوا، ما بالك في توفير الامكانيات. بعد اذن حضرتك اتفضل. بعد اذنك انا لما استلمت الارض انا كنت من روي الشجر بيجركن. ما هو ده احنا عارفينه يا باشمهندس، معانا في حلقات سابقه. ماشي، ما احنا بنعرف الشباب الكلام ده. انت النهارده بتدوس على زرار تطلع ميه، بتدوس على زرار تطلع ميه، الطاقه الشمسيه، المواصلات. احنا معانا الحاج احمد على الشاشه الصوره عشان تبقوا عارفين ان الكلام ده عن خبره وعن سن ما شاء الله قد ايه وصل له. احمد تحياتي لحضرتك اولا. ثانيا الشباب دلوقتي عايزين فلوس وهم قاعدين في مكانهم. يعني احنا كشركه افلاند عملنا اعلانات عن وظائف على موقع شهير. تمام يا سعاده الرئيس. بعد اذن سعادتك اتفضل. الشاب عاوز النهارده لما عاوز تكييف بالظبط، مكتب مكيف ومروحه وراه وبتاع وزرار يدوس عليه يجي له قهوه مظبوط وياخد 5000 جنيه، وعاوز عربيه تحت السلم ويلاقي ابوه ما يتعشى ولا اخواته يتربوا الباقيين. بالظبط تمام ويلبس البدله ويركب العربيه. هيجيب العربيه منين؟ مفيش بقى يجيب العربيه. هيجيب العربيه منين؟ ابوه يحاسب عليها. الارض ويشتري له عربيه، يروح يبيع نص البيت ويشتري له عربيه. تمام ويجوزه وشال اخوه الصغير ما اتعلم. ما ده اللي بيحصل فعلا. ده فعلا. ما هو ده ما هو مين اللي عمل فينا كده؟ اللي عملنا في نفسنا كده. الدول الغربيه الاستعمار شتت افكارنا وشتت افكار الشباب، وخدهم للنت واللاب، وخدهم للمحمول، وخدهم للافلام السيئه. ما احنا دلوقتي يا باشمهندس معلش دي الثقافه اللي احنا بنتكلم فيها. الثقافه بنحاول نغير الثقافه. انت لازم تبث الثقافه والوعي للشباب عشان يشوفوا بظهور نقط مضيئه عندنا زي الشباب اللي قاعدين قصادنا وزي الشركه او مشاريع ناجحه. تمام الناس ابتدت بيها واشتغلت فيها تمام كشباب ونجحوا وطلعوا مكاسب وكلوا من ايديهم من عمل ايديهم
ومجهودهم وتعبهم ما راحش في الهواء. احنا بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس احمد، وما كانش يبقى ينفع يكون معانا شباب وبنتكلم في موضوع استصلاح الاراضي وما يكونش معانا رائد التفكير ده اللي ربنا يديله الصحه والعمر، فكر في كده من ازيد من 50 سنه. بنشكرك جدا، وان شاء الله على لقاء دائم ومتجدد لحضرتك معانا على الهوا لنستفيد ونتفائل بخبرات حضرتك. انت كنت وقفت عند نقطه الشباب. كان طبعا بافتتاح بعض الفروع لشركه افرولاند. ويا ريت كل مثل او كل شيء موضوع عايز تقوله حضرتك لو عندنا نموذج اتطبق عليه في الشركه تذكر لي، بحيث ان الناس تبقى عارفه ان احنا ما بنتكلمش كلام مزوق. احنا بنديكوا الكلام بدليل عليه. عملنا اعلان على موقع شهير، اعلان وظائف، كنا محتاجين حوالي 30 40 موظف. فتخيل حضرتك الاعلان يجيب لي مثلا 20 شخص مقدم. اتصلنا بيهم. محتاجين 30 40 واحد. 20 يعني. ولو وظيفه مرتبها 1000 جنيه يبقوا محتاجين 10 يجي لهم 10000. تخيل حضرتك بقى لما يعرف ان هو قاعد في الجيزه وقاعد في المهندسين، ويعرف ان الانترفيو في الشيخ زايد، لسه هروح الشيخ زايد. طب انت هتشتغل ازاي وتنتج ازاي وهتتحرك ازاي؟ بس اصعب المشوار انك تمشي من الجيزه او من المهندسين للشيخ زايد، ده صعب عليك. هتشتغل ازاي اذا كان هو ما بيمشيش من تحت بيته لغايه اخر الشارع؟ بالظبط. يعني مهندس اكرم بيبات في المشاريع بالعشر ايام فين وفين لما بيرجع بيته. بس والله العظيم كن ما شاء الله، يعني اسمح لي احييك، ويعني اسمح لي كده احييك اولا واحسدك الاثنين مع بعض. احييك الاول على المصابره بتاعتك وقد ايه كان عندك رؤيه، ويعني والحاجات الجميله دي. يعني انا مبسوطه قوي بجد بقى. ده مشروع غرب المنيا اللي انتوا لسه شغالين فيه السنه اللي فاتت. ابتدينا فيه العمل فعلا السنه يعني اللي فاتت، وعملنا محطه التحليه، وعملنا شبكه الميه، وسمدنا الارض، وعملنا استراحه لينا وللعمال، والشركه الحمد لله موفره لنا المعدات اللي هي تطلع الميه، والعربيه الانتقالات اللي هي العربيه معانا. بس برضو الفضل كله يرجع للاستاذ عادل وللشركه، لان هما برضو ما بيبخلوش على اي مشروع داخل الشركه. اي حاجه المهندس اكرم بيحتاجها بيوفرها له على طول. طب دلوقتي الباشمهندس احمد كان بيكلمنا ان الواحد الاول، ودي كان قالها معانا في حلقات وحلقات، ان كان بيروي ارضه بالجيركن، لكن دلوقتي لا، ده بقى انت ما بتشتري من مثلا سيم الدوله، اعتمد على نفسك، حتى الدوله بتقدم مساعدات. ايه المساعدات يا استاذ اكرم اللي بتقدمها شركه ايفرلاند لاداره المشروعات للي بيشتري؟ يعني هل انت بتقول له الارض اهي وجاهد بقى انت ونفسك، ولا بتقدم له ايه، ولا ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انا حابه اشوف ايه مدى المساعدات، ولا انتوا بتكتفوا بمساعداتكم عشان تطلعوا المنتجات الجميله دي باسم شركه ايفرلاند وخلاص؟ هو من ضمن مفروض اختيار عميل، مثلا لو بفكر ان انا اشتري حته ارض، في خدمة ما بعد البيع، لا، في 10 نقط، ممكن نقول 10 نقط لازم يمشيها نقطه نقطه، خطوه خطوه. اول حاجه يعني ان كان العميل ده عايز، هو يعني حابب، هو اي عميل دلوقتي بيتفرج علينا اكيد حابب ان هو ايه يعرف ان انا عايز اشتري ارض. طب اختارها ازاي؟ طب ايه الشروط او المواصفات ان انا اختار حته ارض صح؟ وارقام برضو البرنامج بعد اذنك، يعني الرقمين بالتبادل علشان اللي عايز يستفسر مننا او من الشركه يكون متاحين معانا. تمام. فهو النقط اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا قلت هيبقوا تقريبا 10. يعني النقطه الاولانيه الارض ذات نفسها، اللي انا كنت لسه قايل من نوع الارض والتربه بتاعتها. فالتربه بتاعتها ان كانت رمليه يبقى هتشرب مني ميه كتير، فهتصرف معايا كتير. لا، تربه طفليه، للطفليه ممكن هتستحمل وبتمسك الميه، لكن على بعد 3 4 سنين بالبلدي بتتسمى بتطبل. تمام. الصرف والري والزراعه في الاخر الارض بتطبل معايا. ارض صخريه يبقى مش هعرف اطلع فيها زرعه. تمام. فاختيار للارض ده كله دايما على خبره قد ايه يا استاذ؟ يعني ايفرلاند بقى لها قد ايه في السوق؟ 13 سنه. يعني كل حاجه بنقولها جربناها وعارفين ايه اللي هيستمر معانا في الزراعه على طول، ايه لا اللي ممكن بعد سنتين ثلاثه ياثر. تمام. ايه بالظبط؟ تمام. يعني كلام حضرتك ده كله بناء عن خبره عمل. اتفضل. فدي اول حاجه. انا كان بقول زي برضو تاني، انا عميل وعايز اختار حته ارض، فانا بشوف الاول حاجه التربه، الميه،
اختياري للميه دايما الميه بيبقى فيه مناطق كتيره ربنا يعني ما شاء الله انعم علينا في مصر بثلاث انواع من الصحارى، الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وصحراء سيناء. تمام، وما شاء الله كلهم يعني فيهم عناصر غنيه بكل حاجه. تمام، كل يعني كل العناصر فيها موجوده، بس الناقص اللي يستغلها. يعني اختيار الارض اول حاجه، مع بعد كده الميه. الميه بقى نوع الملوحه بتاعتها، كل حاجه حتى لو الملوحه بتاعتها عاليه ليها سبحان الله زراعه معينه. يعني لو زي مثلا الوادي النطرون، ما الميه بتاعتها مالحه جدا، عاليه الملوحه بتاعتها عاليه، فبنزرع فيها رمان، نزرع فيها الزيتون، نزرع فيها البصل. تمام، البصل بيستحمل الملوحه. تمام، ويطلع اجود انواع البصل. الرمان برضو كذلك، الزيتون سبحان الله بيستحمل. ده يعني اختيار المية. طيب البيئة بقى، إن كانت فيها بيئة دايما فيها رياح، فممكن الرياح دي تأثر معايا. إن كان البيئة دي هنا ممطرة كتير، فما أقدرش أحدد يعني أنواع معينة من الزراعات، ما تنفعش. كان أستاذ عادل في معلومة قايلها لي قبل كده، إن سبحان الله ربنا حابي مصر إن أي قطعة أرض في مصر تصلح للزراعة، على الأقل لنوعين محصول أقلهم القمح. تمام، اللي إحنا بنستورده. تمام، يعني من كتر ما الكلام كان مؤثر جدا أنا حفظته. تمام، هرجع برضو للمية. طيب المية إيه المورد بتاعها اللي حضرتك كنت سألت عليه؟ وده اللي اهتمام سيادة الرئيس. أيوه، اهتمام سيادة الرئيس، بس أنا بتكلم إن أنا إيه؟ أنا عميل وعايز أختار أرض. بالظبط. طيب أنا عايز أختار الأرض، فاخترت خلاص، عرفت إن أنا هختار الأرض اللي هي مثلا لا تبقى رملية خالص ولا تبقى طفلية خالص، وأبعد عن الإيه؟ الصخرية. طب المية الأفضل إن أنا أختار المية. نصايح للعملاء أيا كان المكان اللي بياخدوا فيه أرض. نختار المية اللي ملوحتها متوسطة. عشان اقدر لا عاليه ولا الله يفتح عليك، يبقى انا مجالي ان انا اقدر اختار اي نوع من الزراعات، اقدر يبقى عندي يعني امكانيه ان انا اخد حاجه صغيره اجربها النهارده ونجحت معايا اجيب حاجه ثانيه. بتزرعوا الشجر زي الرمان او كده، وبتزرعوا جنبه حاجات تصلح ان هي تقدر يعني تجيب لنا عائد على طول، ما تخليش الحاجات البينيه او كانت جور او كلام زي كده بتعمل عائد، وبتحسي ان المجهود بتاعك ما راحش بيروحش هباء يعني، وربنا بيطلع الناتج الانتاج بتاعه. والحمد لله ربنا بيوفقنا في ايه، ان احنا نبيعه ونسوقه للعميل ونكسب فيه ونكسب العميل معانا فيه. طيب نرجع برضو لمورد المياه. في اختيار المورد المياه بيبقى في نوعين من موارد المياه، ان كان ميه بحاري او كان من فرع من النيل. تمام، فان كان فرع من النيل يبقى انا دايما اخاف او اعمل حاجه احتياطي، لان فرع النيل ما بقاش طول السنه. بالزبط. الله يفتح عليكي، ما بقاش طول السنه موجود، يبقى لازم اعمل باك اب ليا او مورد تاني احتياطي اعتمد عليه بعد ما يعني في الوقت اللي يقل فيه. هنقول دايما يا رب النيل مصر يجي باذن الله. تمام، ويحفظها يا رب. الابار بقى طبعا هي اللي بتبقى الحاجه الاحتياطيه، لا اما مورد المياه ان كان النيل مش موجود يبقى البير هو اللي بيشيل الارض في الري بتاعتها. كمان الاستاذ عادل بيعمل جزء من او تقريبا على مزارع سمك. ايه تمام، ما هو يعني احنا بنستخدم البير. انا دلوقتي بزرع ومثلا زرع نخل، فانا بشغل الميه لمده شهر وزياده كل يوم ساعتين في اليوم ميه. طب وانا عندي حوض. تمام، الحوض ده اخزن فيه الميه. تمام، احنا بقى حضرتك تتكلم معانا يعني وتشرح معانا وصورنا. جميل 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 ما شاء الله. اتفضل. ادي ده موقع اللي هو غرب المنيا، اللي هو مشروع الريف المصري للمليون ونص فدان. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، ده النخل البرحي اللي هو انا ايه، هو البلح اهو بتاعه. تمام. النخل البرحي. طب بس احنا شايفين النخل اللي قصادنا صغير. انتوا في انتاج في مزارع تانية عندنا، جايبين منه النخل ده تبعنا. تمام، مش شارينه من بره. طبعا يا ترى اللي هي الدايره دي اللي فيها النخله جورة. انت الجوره. ايوه، انا اقدر ازرع فيها حاجه؟ بالفعل انا والله في كان عندي صور بس قريبه لسه جاي انا امبارح ما لحقتش بس ابعتها. الجور دي انا زرعناها بصل كلها، يعني كلها بصل. نخلتي بتطرح براحتها. وعملنا بين البصل في كل جوره بصل، وبين النخله والنخله فول. ما شاء الله. تمام. طب يا ترى وجبنا مربعات وعملنا احواض حطينا فيها كمون.
لا والله. اه والله. طب يا ترى يا استاذ اكرم الحاجات دي بس انا بستاثر بيها لشركه ايفرلاند ولا اقدر انا كعميل حضرتك بتقول في غرب المانيا تمام وانا مثلا من اسماعيليه من الجيزه مش قادر اروح واجي تمام. الشركه ممكن توفر لي الخدمه دي؟ صح هتوفر لك الخدمه دي ودي هنا بقى ياتي دور نقطه دي نقطه رقم ثلاثه مثلا لاختياري للارض بعد الميه والتربه تمام اختار الموقع ومين اللي هيساعدني قرب الموقع طب افرض انا مش عايز الخدمات. حد يساعدني انا عايزه حد يقوم من الالف ليه مفيش مشكله يتوكل على الله بس اختياري انا بقى للارض اول حاجه بختارها ان يكون جنب طرق وطرق حيويه عشان اقدر انقل فيها المعدات واجيب منها العماله تمام وتكون كتير. العماله ايه العماله من جنبها عشان يبقى سعرها جنبها اقل وتكون عماله فن يعني عندها متخصصه وفاهمه الفنيات بتاعه الزراعه في برضه نقطه صغيره في لواء العقد الرعايه ماشي يعني لو عميل ساكن في محافظه تانية ممكن الشركه هي اللي تتولى المشروع بتاعه من الالف للياء تمام من العمال والري ما ده اللي انا كنت لسه بساله الاستاذ اكرم يعني هل في انا مش عايز حد يساعدني ده انا عايز حد يتولى المشروع طب ثواني قبل ما توه احنا طبعا لان احنا لو قعدنا نتكلم عن الخير اللي قدامنا ما شاء الله واللي لسه هيجي هننسى الفلوس هننسى طب انا حد وطبعا احنا قاعد معانا مدير مبيعات وبورصه يعني تقريبا الفلوس بتجري وراك تمام يعني ورايا تقريبا ممكن نقول كده طب افرض انا حد بقى انا عايز ازرع شويه بصل وبتاع وخلال سنه اتنين اشوف راس مالي ده الضعف يا ترى عندنا ده متوفر هو متوفر بس طبعا انا بقعد مع العميل في الاول بقول له احتياجاتك ايه يعني مثلا احنا كان في مواقع اخترناها الاستاذ عادل طبعا اختارها على طريق مصر اسكندريه الصحراوي المواقع دي بفضل الله انضمت لمدينه سفنكس الجديده انضمت لهيئه مجتمعات عمرانيه يعني فاهم الموضوع بتاعها ان الارض اتغير النشاط ده تماماً بتاعها يعني حتى ما اتحولتش مباني بقت مدينه بقت مدينه من ارض كانت صحراويه تابعه لوزاره الزراعه اللي بقت دخلت اكوردون مجتمعات عمرانيه جديده مدينه دخولها لمدينه جديده يعني معنى ذلك ان دخل فيها هيدخل فيها الخدمات يعني الكهرباء والميه والصرف الصحي فده اختيار موفق من الشركه وللعميل ذات نفسه اللي هو ايه استاذ علاء بالشركه ايه اللي انا كعميل بلاش كعميل كحد مهتم وعايز منكم نصيحه وعايز اشوف انا معايا مبلغ يا ترى برضو الفئات السعريه دي متوفره ولا لا انا ممكن اتصل هل انا ممكن اتصل بحضرتك اقول لك انا معايا كذا يا ترى اقدر ابقى عضو معاكم في الشركه اقدر دي متوفره ولا انت مالكش دعوه لا متوفره دي بكذا عرفنا ايه المواعيد اللي ممكن العملاء يتصلوا بيها واحنا حاطين التليفونات وايه اللي انا ممكن اوفره للعميل وهو بيتصل هو المواعيد اصلا من 10 ل 6 انما العميل متاح ممكن يتصل في اي وقت يعني ممكن العميل يبقى محتاج حاجه معينه ضروريه فلازم انا التليفون يكون شغال وارد على العميل حتى بصفتي مدير مبيعات لازم ارد على العميل برد عليه وتابعه في كل حاجه هو محتاجها الاراضي بقى وانواع والاسعار بقى بتاعتها احنا الحمد لله عندنا التنوع كله بالظبط ما ده اللي انا بساله يعني انا معايا ملاءتي الماليه كذا في عميل بيقول لي انا دخلي كذا او معايا امكانياتي كذا وعايز اعمل مشروع مثلا زراعي اقول له زراعي خلاص حضرتك ممكن تطلع على وادي النطرون او في المنيا مشروع من نص فدان طب احنا وقتنا ما ضاعش وقتنا اتسرق يعني بجد يعني خلصت متخيل ان الساعه خلصت لا استحاله بس انا عايزه اقول لك على حاجه انت بقى كشاب ما لحقناش سيبك خالص لا احنا لينا حلقات تانية والله والله العظيم انا كنت فاكره الساعه هنقعد وهنستفيد بقى ولا بجد عشان والله الكلام شيق انا ما حسيتش والله الوقت انا كنت عشان دقايق كنت شايفاك قلقان والوقت مش لا انا عايزاك توجه نصيحه عن تجربه تبص لكاميرتك واي شاب بيشوفنا دلوقتي اعتبره زي اخوك ووجه له النصيحه بالامانه وعن تجربه تقول له ايه بقول لهم انزلوا واشتغلوا وشوفوا المشاريع على ارض الواقع الشغل في الصحراوي او على الطريق مصر الجديد الصحراوي او في الصحراء عامه شغل كويس جدا استثماره عالي جدا ما تصعبش الامور على نفسك الشغل مش هيجيلك لحد عندك انزل بنفسك وشوف انا عن نفسي جربت وفي ناس تبعي نزلوا اشتروا اراضي واستثمروا فيها واشتغلوا وزرعوا وانتجوا بدليل مشروع نخلتك ثروتك يعني انا مش محتاج راس مال كبير انا ممكن ابتدي بنخله باثنين مش لازم حتى يكون عندي ارض ممكن من النخله او الاثنين اللي انا خدتهم دول
ب1000 جنيه ابتدي بالزبط. اعمل منها. وانا سمعت مشروع. انك خدت نخل يعني ما شاء الله يعني مشترم. ان شاء الله هتبقى برضو معانا بقى. لا ده باذن الله يا استاذ عادل يا باشمهندس عادل، لازم برنامج ببان الخير والمذيعة بتاعته وكل الكاست هو شاري مش كده كل واحد مع حضرتك. انا حجزت انا كمان على فكره، حجزت 10 نخله دي لوحدها ثروه ثروه. وش الخير بقى دايما كان وزير ربنا يعني يديله الصحه كان دايما يقول لي برنامج ببان الخير وش الخير. انا بصراحه انا شايفه الخير في اللي قدامي ده. ايه الرساله يا استاذ اكرم اللي ممكن توجهها، هتوجهها لمين كان بيشكك على الاقل وبتقول له انا اهو نجحت اختياري طلع صح من غير اسامي؟ لا من غير ما اوجه لمين، الحمد لله هو لكل مجتهد النصيب. وإن الواحد طول ما هو حاطط هدف معين في دماغه هيحققه، بيمشي في خطواته، بيسأل وبيستعين بالله أولا ثم بيستعين بالخبرات في كل مجال فيها، يقدر يوصل للهدف بتاعه. وبس والصبر أهم حاجة، الصبر يا جماعة، نصبر الصبر. تمام الصبر. وربنا ما بيضيعش مجهود حد أبدا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولا حدد نوعه ولا حدد ديانته. أحسن عملك وتوجه بنيتك لله إن أنت تفيد وتستفيد. وأنا بوجه دعوتي لأي شركة جادة، لأي شباب عندهم مشروع عندهم فكرة، عشان زي ما وعدنا حضراتكم إن ببان الخير خدت على عاتقها إنها تكون نقطة الضوء، وبنقول لكم فيها حاجة حلوة وفيها زرع، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب مصر هتبقى قد الدنيا، وإن شاء الله نشوفكوا دايما مع شباب ناجح ومع مشاريع ناجحة ودايما متجمعين على الخير. أشوفكوا الحلقة الجايه.